حاضر. ازيك يا عبد المنعم؟ الحمد لله. اتفضل. احنا عايزينك شوية بس مش هينفع هنا، روح غير هدومك واحنا مستنيين تحت في العربية. ها؟ لا لا أنا مش حاضر أنزل. معلش يا بابا، خلاص خليني هنا. اتفضل. ازيك يا عبد المنعم؟ الحمد لله. انت بتاخد علاج يا عبد المنعم؟ لا. يعني هو انت من بعد ما سبتنا ما لقيتش شغل؟ حاولت ادور على شغل بس ما لقيتش، وبعدين صحتي ما بقتش قادره على اللف والدوران. انا بعد ما شفتك امبارح في التلفزيون حسيت ان انا لازم اشوفك النهارده. والله العظيم ما كنت اعرف، اقسم بالله ما كنت اعرف. انا متجوز بقالي 15 سنه وعمري ما غلطت اي مره، والله العظيم مره. طب انا خسرت مراتي وعيالي وشغلي، خسرت حياتي كلها. اما انت ايه ذنبك يا استاذ؟ والله العظيم انا كنت عايز اساعد، وحياة ربنا كنت عايز اساعد. سامحيني يا ست ليلى، اسف سامحيني، والله العظيم اسف. المهم انت صحتك عامله ايه دلوقتي يا ست ليلى؟ انا الحمد لله كويسه. ما تخافش يا عبد المنعم، انا عشت في اوروبا سنه وقريت عن المرض ده كويس قوي. اللي عنده ايدز ممكن يكمل حياته عادي ويشتغل، مفيش حاجة ممكن توقفها. العيلة عايزاك تتعالج عشان تبقى كويس. وإيه اللي فكركوا بيا دلوقتي؟ أنا ما نسيتكش، بس ما كنتش قادر أشوفك. وأنا لو كنت شفتك قبل ما ده كنت قتلتك. أنت قاعد لوحدك ولا إيه؟ فين عيلتك؟ طردتهم. منحهم يجوا يزوروني. مش قادر أعدي حد تاني. فيها ذنبك يا استاذه ليلى. على فكره انت فاهم غلط قوي، انا عندي نفس المرض وعايشه مع بابا واخويا عادي. انت عارف كويس قوي المرض ده بيتنقل من ايه بالظبط. وبعدين انت ايه اللي خلاك تطلع في البرنامج بوشك؟ ما خفتش من الناس؟ ناس هي اللي بتخاف مني يا ست ليلى. الصراحه كنت عايز فلوس. بس انتوا عايزين مني ايه؟ مش عايزين منك حاجه، عايزينك تتعالج. ليه؟ عايزة تطمني على ايه؟ خايفة اموت؟ لا، عشان تكمل حياتك. حياتي؟ مش عايز. انت لو عاوز تكفر عن ذنبك تنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. انا هبعتلك العربية تاخدك على المستشفى عشان نطمن على حالتك وصلت لحد فين، وبعد كده نبقى نقعد نتكلم زي ما انت عاوز. يلا بينا. يلا يلا. اسمع الكلام يا عبد المنعم، ماما احنا خلاص هننزل نقي السيراميك بكره، تيجي معانا؟ منين بقى ان شاء الله؟ نزلت عليكوا فلوس من السما؟ هو مش البي مرفوض من الشغل برضو؟ احمد رجع شغله، عشان كده انا كنت بقول لك الصبح ما تجيبيش سيره لبابا. اوعي تكوني قلتي له. ما قدرتش. اقول له ايه؟ اقول له الاستاذ كان قاعد بيتفق معاك امبارح على تفاصيل الجواز، وهو مرفوض من الشغل، وبنتك كمان كانت عارفه. خلاص بقى يا ماما، بقول لك الراجل رجعه ورقاه واداله مكافاه 12000 جنيه، كده هنقدر نشطب الشقه. هيا تعالي معانا بقى والنبي. ادخلي صالحي اختك، خديها معاكي. لا طبعا. في ايه يا بنتي؟ دي اختك الكبيره، انت كنت عايزاها تبقى عارفه مصيبه زي دي وما تقوليش؟
انا كنت عارفه ان هي مشكله بسيطه وهتعدي، وفهمتها ده كويس وفهمتها ما تجيبش سيره لحد. عشان ايه بتروح تولع الدنيا؟ هند سيبيها يا ماما، انا اللي غلطانه اللي كنت خايفه عليها من دلقتها على احمد ومداريتها عليه. في حاجه يعني لما داري على الخطيب في مشكله؟ انت بقى بتتدخلي ليه؟ عايزه توصلي لايه بالظبط؟ اقسم بالله العظيم يا هند لو قليتي ادبك تاني لا هحكي لابوكي على كل حاجه. الله يا ماما، هو عشان الست هلا قاعده فاضيه تقعد تخترع لنا مشاكل؟ انا مش فاضيه، انا بخدمكم كلكم. البنطلون اللي انت لابساه ده انا اللي غسله لك يا ست هند، وانا اللي بعمل الاكل كل يوم بترجعي تلاقيه جاهز. انت بس اللي مش واخده بالك مني، مش شايفاني زي كل اللي في البيت. مشكلتي انا بقى ان شايفه كل واحد فيكم وشايله همه. نسيتني زي ما كلكم نسيتوني. حقك عليا، انا من النهارده مش دعوه بيكي. لا انت كان قصدك امشي. خشي اوضتك امشي. هلا هلا، انت بتعملي ايه؟ هلا حبيبتي سيبيني بس شويه شويه وهرجع. سيبيني هلا. ايه حكايتك؟ انت خلاص ما بتحسيش؟ هدي كده ولا كانك عملتي حاجه؟ هلا اللي انت عماله تتفردي وتتني عليها دي عشان حضرتك مخطوبه وبتشتغلي، هتفضل طول عمرها الكبيره اللي عندي واول فرحتي. اقسم بالله العظيم لو ما بطلتي تقلي ادبك عليها لا هحلف ما هدخل لك بيت ولا هحضر لك فرح. ليه يا ماما ده كله بس؟ انا ما عملتش حاجه، هي اللي دايما بتحشر نفسها في الحشر. ما عملتيش حاجه ده ايه؟ انت كان ناقصه تضربيها. فين؟ انت ايه اللي حصل لك؟ احمد ده نساكي كل حاجه كده؟ هو ده بقى اللي هيجنني. مال احمد ومال اللي حصل؟ ومال هلا تقولي لها اصلك فاضيه اصلك عايزه تولعي الدنيا والكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ تخيل اختك انها لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي تنزليها من البيت مخنوقه ودمعتها على خدها. والله ابدا انا ما اقصدش كده خالص. بس هي فهمت كده وانا كمان فهمت كده. اخص عليكي بدل ما تاخديها في حبك كنت تطبطبي عليها وتبقي حنينه معاها. هنبقى احنا والزمن عليها يا بنتي. يا ماما انا كمان مضغوطه، الجوازه عماله تتاجل بقالها سنين وكل الناس بتسال ايه اللي مأخركم، والشغل على كف عفريت، يوم مكافاه ويوم مشكله. بقول لك ايه، اول ما ترجع هتصالحيها وتبوسي راسها وتقولي لها انك ما كنتيش تقصدي، تقولي لها انك اسفه. ايه انت ماشي يا عم يا كويسة هالة؟ أنت كويسة؟ كويسة 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 كويسة. أنسة هالة؟ أنسة هالة؟ في إيه؟ مش حاجة، لقيتك بس ماشية ومتضايقة ومتنرفزة بقالك أكتر من نص ساعة فقلقت عليكي. أنت جاي ورايا ليه؟ مفيش، خفت وانت ماشيه في الحاله دي حد يضايقك او ينزل عليكي فقلت امشي وراك. يعني انت كده مش بتضايقني؟ ضايقك؟ انا اسف جدا لو كنت ضايقتك. بعد اذن بقى شوف ما حصل. تعالي يا هلا. لا معلش يا بابا انا عاوز ارتاح شويه. ايه يا عفاف؟ ايه اللي حصل؟ بنتك مالها؟ ولا حاجه، قالت انها عايزه تنزل تتمشى شويه وترجع. ايه اللي ضايق البنت يا عفاف وخليها تنزل الشارع وهي معيطه كده؟ ولا حاجه يا امين، شدت مع اختها شويه، عبط بنات يعني. هقوم احضر لك العشاء. لا مفيش داعي، مش جعان. على فكرة بقى الجبنة دي وحشة خالص، الجبنة اللي فوق دي أحلى منها بكتير، زي كده يا قمر. خدي بس على ضمانتي، جربيها وادعي لي. يا بختهم يا بختهم الناس اللي أنت بتطبخي لهم دول بجد. وسع كده. النبي قمر قمر. النبي عايز أحسب على الحاجة دي.
عندك يا عسل. جرى ايه يا جدع؟ انت مقاطرني ولا ايه؟ بقى بالذمه ده كلام؟ مش حرام القمر ده والصابع اللي زي الملبن دي تشيل الشيله الثقيله دي كلها لوحديها؟ ده انت اللي زيك لازم تقعد في البيت معززه مكرمه والحاجه تجي لها لحد عندها. يصل. طب شاور انت بس كده وقولي انا عاوزه من ده يا محمود. ما كانش يجي لك في ظرف خمس دقايق ما يبقاش انا. وانا لو قلت يعني عايزه يا محمود هتسمعني ازاي؟ كده اهو اديني رقمك. مش حافظاه. هات يا ستي تليفونك. اهو انا بقى هحفظه هنا زي اسمي وفي قلبي كمان. الحاجه الله اوعى. نبي عسل. عسل وقمر. لا يا سعيد بيه، التنفيذ ده موضوع كبير قوي، احنا لسه بنحضر وشكلنا كده قدامنا شويه وقت. انا بقالي يومين تايهه في بيانات وملفات وشؤون عاملين وحاجات غريبه جدا. السيستم ده لازم يتغير تماما. اكيد، بس الاول نخلص تجميع الداتا عشان نبقى عارفين بنشتغل على ايه بالظبط. في اجتماع مجلس الاداره يوم الاثنين اللي جاي، عايزك تعمل لي برزنتيشن محترم كده عشان نعرضه عليهم. مجهزه يا فندم. كويس، انا عايزهم ياخدوا فكره عشان لما تحتاجوا اي حاجه ما يسألوش كتير. لا ده احنا اللي هنهريهم اسئلة، احنا تقريبا عايزين كل الادارات تشترك معانا في الموضوع ده. طب انتوا محتاجين حد معاكم؟ والله يا فندم مش دلوقتي، احنا كل اللي محتاجينه ان احنا نجمع بيانات العاملين اللي بتطور في كل حتة دي. طب سهلة. ايوه يا امل، انا هكلفك بمهمة سخيفة شوية كده. من بكرة تجيبي لي نسخة لكل الملفات بتاعت العاملين في المصنع وفي الإدارات وفي الشركات وكله، ويكونوا كده بين إيدين ليلى. يا ستي مش لازم كله بكرة، ابدأي أنت بس من بكرة. دن، كل الملفات هتبقى معاكم إن شاء الله في إيديكم. مرسي جدا يا سعيد بيه، يا رب نكون عند حسن ظن حضرتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانت موظفه عندي عشان تتمحلسي لي كده؟ على فكره انا جات لي دعوه لمؤتمر كده اعاده هيكله الشركات الكبرى. انا لو رحت حنام ومش هفهم حاجه. روحوا انتوا. ها؟ امتى المؤتمر ده يا بابا؟ بعد التلات ايام. ايه رايك يا احمد؟ يا ريت يا فندم، يعني على الاقل نشوف خبرات ناس تانيه في نفس المجال. وانت مش هتيجي معانا؟ مش عارف. بس ما اعتقدش. ابعتي لي غريب حسين على مكتبي. ادخل. قالوا لي ان حضرتك عايزني اوصفه بيه. ممكن تقول لي اللي انت جبته لي امبارح ده؟ قصدي حضرتك على المشروع. مشروع؟ مشروع يا غريب، دي شويه جداول فاضيه وعناوين ملهاش اي لازمه. انا ما فتحتش الملف حضرتك. انت هتستهبل ولا ايه؟ يعني ايه ما فتحتش الملف؟ غريب، اوعى تكون بتضحك عليا. والله ابدا يا مصطفى بيه. خسارة، كنت فاكر اني هقدر اعتمد عليك. انا اسف بس هو اكيد مسح كل خلاص خلصنا بقى. اتفضل على مكتبك يلا، وحسك عينك مخلوق يعرف اللي حصل بيننا وانت. اتفضل. استنى خد معاك المشروع العظيم بتاعك. اتفضل. ايه ده؟ هي الساعة بقت خمسة؟ يا نهار ابيض، الوقت عدى بسرعة قوي ما حسيناش بيه. طب ايه، تحب نكمل ولا تعبت؟ لا انا ما تعبتش، بس خلاص ما نكملش النهاردة، نكمل بكرة. بس بقول لك ايه، لازم من بكرة نكون اسرع من كده بكتير. لو مشينا بالايقاع ده عقبال ما نجمع الداتا هناخد شهور. طب ما انت غريب جدا برضه، لما بابا سألك محتاجين حد يساعدنا قلت له لا. عشان متهيألي انا وانت لازم الاول نحط الاطار العام بتاع الموضوع، عشان ما نختار حد نعرف بالظبط هنوظفه في ايه. طب عندي فكرة كويسة. ايه رايك ان احنا نطلب من امل ترشح لنا موظفين من الشركه وانت تختار منهم اللي يناسبك بالظبط؟ والله بص هي فكره حلوه بس هتاخد مننا وقت برضو،
على ما نعمل اختبارات وانترفيوز وكده. طب انت من وجهه نظرك يعني شايفه محتاجين كم واحد معانا؟ والله ما بقيت عارفه، انا خلاص دماغي على اخرها، تعبت جدا، انا عمري ما قعدت في الشركه لغايه الساعه 5 وجعانه قوي كمان. ايه رايك نروح نتغدى بره؟ اوكي يلا يلا. تفتكر بقى انا حطيت شنطتي فين؟ اهي عند الباب. يعني انت بقالك سنتين بتشتغل على المشروع ده فعلا؟ يعني تقريبا. طب وافرض بقى ان انت كنت قدمت المشروع ده لبابا وهو كان رفضه، كنت ساعتها هتعمل ايه؟ كانوا السنتين دول هيروحوا عليك كده يعني؟ اقول لحضرتك على حاجه، انا وانا شغال على المشروع ده كنت متاكد 100% ان انا اول ما اقدمه الاداره هتوافق عليه على طول، ما كانش عندي اي شك ان هم ممكن يرفضوه. بس يعني لما حصلت المشكله بيني وبين اخو حضرتك قلت يبقى اكيد المشروع باظ. على فكره مصطفى طيب جدا بس هو عصبي شويه، وبعدين بقى بلاش حضرتك دي خالص. انا اسف. انت عارفه احنا لو ابتدينا تنفيذ المشروع على اول السنه دي ممكن على اخر السنه. كفايه بقى كفايه، هو انت ما بتتعبش من الشغل؟ انا دماغي قد كده، ممكن تاكل؟ حاضر. هو حضرتك كنت بتدرسي في اوروبا؟ حضرتك تاني؟ هو انت عندك اخوات؟ اه عندي اخ واخت. بيشتغلوا ايه؟ اختي لسه بتدرس في الجامعه واخويا الكبير يعني بيدير الكافيه اللي ورثناه على ابويا الله يرحمه. ايه ده عندكم كافيه؟ الله، طب ليه ما رحناش قعدنا فيه؟ لا اصل ده ما ينفعش بنات يقعدوا عليه. ليه؟ اصل هو مش كافيه يعني، هو قهوه بلدي. طب وايه المشكله؟ ما انا رحت قهوه كتير على فكره، وقعدت على قهوه في الحسين كمان. اه بس الحسين ده منطقه سياحيه، انما احنا منطقه شعبيه شويه يعني. يعني مثلا انا لو عايزاك تعزمني في مكان هتعزمني فين؟ في مليون الف حته اعزمك فيها، وبعدين انا ممكن اعزمك عندنا في البيت واعرفك على ماما واخواتي كمان. كان نفسي يبقى عندي اخت بنت. مروه دايما تقول كده، بس ليه بقى؟ يعني عشان هتبقى بنت زيي واقدر اتكلم معاها في كل حاجه تخصني، خصوصا يعني ان انا ماما توفت وانا صغيره قوي الله يرحمها. الله يرحمها. ممكن تاكل بقى؟ انت ما بتاكلش خالص وانا تقريبا خلصت الاكل. حاضر. تعالى افطر يا حسن. اه حاضر يا ام حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا ام حسن. ايه؟ يعني نويت كده خير والنيه لله ابطل زنك على ودني واتوكل على الله واخطب. يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. ها ومين اللي عليها العين يا جميل؟ هالة. هالة مين؟ لا اكيد مش هالة فاخر، ما تركزي يامه. هالة اختي هند خطيبة احمد بنت عم امين جارنا. هالة بنت امين؟ اه. ليه يا ابني؟ في هتعمل في نفسك كده ليه يا ابني؟ ياما وحيد الله كده، هالة جارتنا وحبيبتك وعلى قد ايدك وعارفه اللي داخل واللي خارج. استغفر الله العظيم. هي الدنيا خليت من البنات يا ابني، رايح تتجوز واحده اكبر منك؟ يا ستي صلي على النبي، سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز ستنا خديجه وهي اكبر منه، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. وبعدين انا ما بفكرش زي كده ياما، الغي بقى التفكير ده وركزي معايا. بيني وبينك الفتره الاخيره دي فكرت في هالة شويتين زياده يعني. يا حسن دي تيجي 35 سنه، هتخلف امتى وتربي امتى دي؟ ما توحدي الله يا ام حسن، هالة لسه ما قفلتش ال 34. لا صبية يا واد. ياما انت ليه محسساني ان انا عيل صغير بلايل شطان في باكو بسكوت من ابو ربع؟ انت زيد لسه عيل صغير، وانت صغير كنت يحلالك تاكل الحاجة اللي توجع لك بطنك وتأذيك، وانا اللي كنت بمنعك عنها. اهو كنت بتتقمص شوية وبعدين تروق. اهو اديك قلتي كنت صغير، يعني من فترة كبيرة، دلوقتي انا بقيت شحط. ياما انا عديت ال 31. والله العظيم لو حتى عندك 100 سنة انا لا يمكن امتص في عقلي واروح اخطب لك واحده لا هي حلوه ولا هي صبيه. هو انت معيوب يا حسن ولا رد سجون يا ابني؟ ده انت شاب زي الفل. ياما حرام عليك، انت ليه مش قادره تفهميني؟ هو انا بقولك عايزه صاحبها؟ بقولك انا عايزه اتجوزها. يا واد انت عليك عفريت، عايزه اتجوزها عايزه اتجوزها. خد هنا يا واد، يكون حصل بينكم حاجه وانت حاسس انك ملزم بيها. استغفر الله العظيم، استغفر ربنا يا ام حسن، حرام عليك، دي اعراض ناس. البنت زي الفل ما تتعيبش،
وبعدين انت ليه محسساني اني عيل فاسد وكل يوم باخدك بتطوح والسيجاره في ايد والكتف في ايد الثانيه؟ ياما حرام عليك، محدش بيفكر زي كده دلوقتي. ده اي ام في الكره الارضيه لما ابنها بيقول لها انا عايز اتجوز بتقوم فعصه حروطه وتقول له يا ابني ربنا يكرمك ويفتحها عليك، ما بتعملش زي ما انت بتعملي كده ياما. انت هتعلق لي مشنقه يا واد. بقول لك ايه، انت جاي تاخد رايي ولا جاي تقول لي كده بروعه؟ ابوس دماغك اهي، ابوس ايديكي اهي، خدي خدي ودي مع نفسك كده، انا مش طالب منك رد دلوقتي. انا مش موافقه يا حسن، وده اخر كلام عندي، واعلى مفكلك اركبه. ماشي يا ام حسن، ولا وحيات امي ما هفطر معاكي ولا هقعد معاكي على ترابيزه واحده، وعمل اللي انت عايزاه بقى. ان شاء الله ما طفحته. الهاله قال وهنعمل خطوبه وكاتب كتاب مع بعض. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. بس انا حاسه ان انا بتزحلق، ده الموضوع كله على بعضه يا هند ما خدش اسبوعين. خايفه كده ومتوتره ومبسوطه بصراحه. انت مش كنتي هتموتي على الجواز؟ يلا بقى اتجوزي. انا مش محتاجه اعزمكم بقى، كلكم لازم تيجوا، انت واحمد وعمو امين وطنط ومريم. اصحي، هي فين هاله؟ هاله زعلانه مني من امبارح يا ستي، ما بتكلمنيش. ليه كده بقى؟ احمد بعد ما اترفض بيكلمني في التليفون يقول لي هي سمعت، كانت بتتصنت باين، راحت فتنت لماما على كل حاجه. انا بصراحه طلعت كل القرف فيها. صدقي انت ما عندكيش دم؟ حد يزعل هاله؟ طب دي هاله، دي قمر، دي اطيب واحده في بيتكم. ايه اللي حصل بقى؟ لا ده انا عايزاها عشان تعزميها يعني. لا بص يا ستي، ابن عم خالد عنده 50 سنه، مراته ماتت من 4 سنين، وعنده 3 ولاد، وعايش في طنطا، عنده فيلا ومزرعه وعربيه، مستريح على الاخر. مامه خالد بقى كانت بتسال مامتي على عروسه لي، رحت انا شبطانه في الموضوع وقايله لحماتي على هاله. 50 سنه كبير عليها جدا يا صفاء. يا شيخة تنيلي، بقولك مليونير مليونير، وبعدين حماتي بتقول ان هو مش باين عليه سن. روحي روحي بس انت قولي لهاله وطنط ونشوف رايهم ايه. انت يا جدع انت ما بتزهقش، انا اديتك رقم بس عشان خاطر زنك عليا. استنى استنى، ايوه خرجت بره عشان اعرف اكلمك. كنت بتقول ايه بقى؟ انا بشتغل طباخ. لا والله راجل عامل حته واحده. لا لا لا، اقابلك فين؟ ما بخرجش مع حد ما اعرفوش. ما اعرفكش، لما نبقى نتعرف بقى. بس انا حاسس ان انا اعرفك من زمان قوي على فكره. طب انت اجازتك امتى؟ طب يا ست الجمعه مش بعيده، اعمل حسابك بقى هنقضي اليوم كله فسح طول النهار مع بعض عشان تتعرف عليا زي ما انت عايزه. خلاص اتفقنا؟ هلو بابا. هلو. ايه كل ده؟ محمد اسكت بقى، ده احمد ده طلع مصيبه، متعب جدا، كل حياته شغل في شغل في شغل، حتى وهو بياكل ما بيفكرش غير في الشغل. عاجبني حماسه قوي. طبعا موظف مبتدئ عندي بقى، ما صدق جات له فرصه عاوز يستغلها. هو ده اللي قلقني جدا. ايه هو اللي قلقني؟ لا يعني انه حياته كلها شغل وكده وبيفكر في الشغل على طول، وده مش كويس لان احنا عندنا مؤتمر ومسافرين، فهيتعبني جدا شكله كده. طب خلاص نلغي السفر. لا نلغي السفر ليه؟ ده مؤتمر مهم جدا، ما ينفعش نلغي السفر ازاي يعني. طيب خلاص سيطري انت على الامر، ولا اقولك خليه هو يحضر الفعاليات وانت تتفرج عليه من بعيد. انا يهمني عندي صحتك، بلاش مجهود. صحتي؟ حاضر يا بابا، هخلي بالي من صحتي. مظبوط يا حبيبي. تمام تمام، ان شاء الله البيع التزميل بامر الله، ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله. الله يكرمك. ادي الرخصه وادي المفتاح. الله يكرمك. وادي نسخه عقدك يا سيدي. ماشي يا باشا، على البركه ان شاء الله. البركه ان شاء الله، ربنا يحميك من شرها. لك الف سلام. الف سلام. السلام عليكم يا سمير. تعال تعال يا سيدي. خلاص يا عم، نجيب الشاشه وهنجيب الثلاجه الجديده وكله هيبقى تمام. ايوه بقى يا باشا يا كبير، ما تنساش بقى شويه كراسي جداد. بقول لك ايه، والنبي ما تقعدش توسعها كده عشان ما تخرمش مني. على خير ان شاء الله يا عم علي. ان شاء الله ان شاء الله تبقى فاتحه خير علينا كلنا يا رب يا رب. اعمل لي واحد شاي بقى. عيني. ماشي. ايه علي سرحان في ايه يا ابو علي؟ سرحان في يا اخي؟ حرام عليك يا اخي. شد كرسي وتعال.
تشرب شاي؟ يلا بينا. هشام اتش، ازيك يا هشام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. طيارة على القهوة كوبايتين شاي لأن دماغي هتنفجر. عناية. تسلم لي عينك. ايه طمني شغلك اخباره ايه؟ يا ابني انا فاضل لي تكه وابقى مدير الشركه. يا سيدي الله اكبر، ما تقرش على نفسك. الله اكبر طبعا، كمان كم يوم مسافر انا وبنت صاحب الشركه، والاجمد بقى انا وهي اللي هننفذ المشروع بتاعي. سيدي يا سيدي، سبحان مغير الاحوال، في يوم وليله كل الدنيا تتظبط كده. طب ازاي؟ احكي لك بس اكلم هند الاول. لا بقول لك ايه، استنى ما اكلمهاش دلوقتي، عايزك في حوار. في ايه؟ ما تتكلم يا حسن. ايوه يا احمد هتكلم، ما تهبش فيا بالراحه بس. بص يا احمد من الاخر كده، انا عايز اتجوز هند. بجد؟ هل اخت هند؟ ايوه. ايه اللي اندهاش في اللي انا قلته؟ هي لا اخت هند. مش اندهاش ولا حاجه، بس فجاه كده يعني؟ لا مش فجاه كده، الموضوع بقى له فتره في دماغي بس كنت بقلبه وبظبطه يعني. طب تمام يا معلم، يلا بينا. كان على عيني الحلو ما يكملش، خالتك ام حسن قافله دماغها من الاخر. عشان موضوع السن مش كده؟ كنت فاكرها هتزمزم شويه وطبطب عليها وراضيها بكلمتين هتفك، لكن ايه دماغها عامله زي الضمره، قفل الضبه ومفتاحها. انت غلطان برضو يا حسن، كنت المفروض تمهد لها واحده واحده مش فجاه كده خبط لزق. هو انا رايح انتحر امهد لها ايه؟ وبعدين هالة هلولي، دي ست الستات وست البنات، هي بس توافق. ده يعني احنا على التفاهه. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ يعني افتحهم انا في الموضوع؟ لا 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 لا، اوعى اوعى، استنى عليا بس شويه، اظبط خالتك ام حسن وهي بس توافق، ونلم الليله دي كلها ونروح لعمك امين نطلب ايدها لها. يا ابو علي يا ابو علي. تمام، اكلم انا هند بس الاول وبعدين نظبط الموضوع ده. ماشي، اوعى تجيب لها سيره. لا ما تقلقش. الو. ايه يا احمد كنت فين؟ كل ده في الشغل؟ اتغديتوا مع بعض؟ وانت زعلت حبيبتي ولا ايه؟ زعلت طبعا، انتوا بقالكم يومين طول النهار مع بعض في الشغل، تخرجوا مع بعض كمان؟ طب سيبك من كل الكلام الفارغ ده بقى وتعالي نشوفك دلوقتي حالا. دلوقتي؟ اه دلوقتي حالا. هي الساعة كام؟ طيب اوكي، انا هقوم اجهز على طول. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. ماما انا هنزل قبل احمد ربع ساعة. ليه بقى؟ ماما عايز يشوفني. ما يجي هو هنا. يا ماما النبي مش هتأخر. وانت بقى ما تبقيش غلسه، انا بقالي ساعه بحايل فيكي، عايزاكي تفكري هتلبسي ايه في كتب كتاب صفاء. على فكره احنا مش هنوافق على العريس ده. مش هنوافق على العريس ده طبعا، انت فاكراني بقول كده عشان العريس؟ احنا اصلا عايزين نجيب هدوم، دي فرصه كويسه. هنكمل كلامنا لما ارجع. مش هنوافق عليه ليه؟ الو ايه فريد، ازيك اخبارك ايه؟ لا معلش والله، اصل في مشروع جديد في الشركه فواخد كل وقتي. طيب مش هشوفك؟ يلا يا ريت. بكره كويس؟ بكره تمام قشطه. آه طب هتروح الشركه؟ انا رايحه الشركه، وانا راجعه من الشركه هكلم شاهين ده وبقيه العيال عشان نتقابل. عايزك كده في موضوع، فيا ريت نبقى لوحدنا، بلاش حد معانا. خلاص نتقابل في النادي. لا 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 بلاش بلاش النادي. خلاص اوكي، خلاص هكلمك اقول لك. اوكي ماشي اوكي خلاص هستناك. يلا باي باي. ايه يا ابني مالك بس؟ تفتكر هتوافق يا مين؟ والله العظيم يا مصطفى مش عارف اقول لك ايه. خلاص يا عم ما تزعلش. بص انا مش عارف اذا كانت توافق ولا لا، بس المشكله بقى ابويا. لا الو. ايوه مصطفى الكومي، مين معايا؟ امي. أمي الله يرحمها. حضرتك تعرفيها ولا إيه؟ لا دلوقتي مش هقدر طبعا. أوكي حضرتك فين دلوقتي؟ طيب مسافة سكة، مع السلامة. هضطر أمشي بقى، عندي مشوار كده مهم. سلام. سلام. واتغديت فين بقى انت والست هانم؟ حتة مطعم يا هانم رهيب رهيب. بقول لك يا حبيبتي احنا ما صدقنا. وبعدين بصيني كده وركزي، هل انا ممكن ابص لواحده غيرك؟ ليه وانت تقدر؟ ما اقدرش طبعا. طب بقول لك ايه؟
اعذرك على حاجه كده يعني، بس ما تخنيش معايا. خير؟ انا وليلى مسافرين العين السخنه كمان كام يوم. ليه ان شاء الله؟ مؤتمر على موضوع المشروع بتاعي. هتقعدوا هناك قد ايه؟ 3 4 ايام بالكتير. المفروض اني ما ازعلش. تزعلي وتعملي اللي انت عايزاه. اتفلق يعني؟ لا يا حياتي ما اقدرش. اقول لك ايه طيب؟ عايز اقول لك على حاجه ثانيه اهم بكتير. ايه تاني؟ حسن عايز يتجوز هلا. ايه ده؟ بجد؟ اه والله العظيم. انا اتخضيت زيك بالظبط كده اول ما قال لي. بس الظاهر الواد بيحبها بجد. والله ايه الموضوع يا هان؟ عريسين في يوم واحد؟ ليه؟ هيجي العريس تاني النهارده ولا ايه؟ اه بس مش مهم خالص، حسن اهم بكتير طبعا. طب هيجي امتى؟ لا ما هو ماليش ان هو جاي. امال ايه؟ لا يعني قال ان هو قرر يعمل كده، بس مستني يشوف امه عشان امه معصلجه شويه. ليه بقى؟ هي الطول؟ لا حتى عشان موضوع السن ده. مش قوي يعني. بس بقول لك ايه؟ مفيش اي حد يعرف يقدر يطول ده لغايه لما هو يظبط موضوع امه ونبقى نقول. قلت لي فكره السفر دي بقى بتاعت مين؟ انت ولا هي؟ قلت ما بتنسيش ولا انا ولا هي، ابوها. خلي ابوها ينفعك. لا 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 طب خلاص خلاص خلاص. ولا في عين سخنه ولا في ابوها ولا في هي. جيب لي الايس كريم بقى. كملي انا دافع فيه فلوس.